يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية إخواني. بدنا نشتغل الآن بالمستوى الرابع إن شاء الله، قطع الوحدة الأولى. نبدأ في القطعة الأولى في المستوى الرابع للفروع الأكاديمية. بسم الله. الآن عنوان القطعة هاي The time we spend at school، اللي هو الوقت اللي we spend، اللي هو نقضي طبعا، يقضي. الآن at school اللي هي في المدرسة. الآن القطعة الأولى هاي، الفقرة الأولى الموجودة في القطعة الأولى بتناقش عنا هون، موجود في عنا خمس دول. الآن الخمس دول نبحث في إنه كل دولة كم طلابها بيقضوا وقت في المدرسة. الآن جاي الأردن في الوسط، الأردن في الوسط، في عنا دولتين طلابهم بيداوموا أقل من الأردن، اللي هي USA اللي هي أمريكا، وفي عنا اللي هي the UK اللي هي المملكة المتحدة، يعني نعتبرها بريطانيا. أوكي، إذا في عنا دولتين بيداوموا أقل من الأردن، في عنا دولتين إخواني بيداوموا أكثر من الأردن، اللي هم اليابان وكوريا الجنوبية. الآن لما نيجي على أمريكا تحديدا، ليه أمريكا الآن غيرت في النهج تبعها، بدها تخلي طلابها يداوموا أكثر. طلابها كانوا يداوموا 187 يوم، الآن بدهم يداوموا أكثر من 187 يوم. فبعض المدارس الآن اتخذت إجراء، ومدارس أخرى اتخذت إجراء ثاني. الآن الشغلتين اللي عملتهم المدارس الأمريكية بحيث أن طلابها بيداوموا أكثر، الآن شغلة من الشغلات يا إخواني كانت اللي هي زيادة 10 أيام، وفي بعض المدارس قالت لا، أنا ما بدي أزيد 10 أيام، بدي أزيد فقط نص ساعة، أخلي أيام الدراسة نفس ما هي 187 يوم، بس اللهم إني بدي أزيد نص ساعة لليوم الدراسي، بحيث إنه بالنهاية بالمحصلة يعني بيطلع عدد أيام الدراسة أكثر مما هي عليه الآن. إذا هذا اللي هو الإجراء اللي لازم نعرفه، اللي هم عملت شغلتين، إذا أمريكا لزيادة اللي هي أوقات الدوام أو مكوث الطالب في المدرسة، أما زيادة 10 أيام أو زيادة اللي هي أنصاف ساعات. إذا إخواني يلا بشكل سريع، في عندنا كم دولة؟ لا، خمس دول. الأردن جاية بالنص، دولتين بيداوموا أكثر من الأردن اللي هم اليابان وكوريا الجنوبية، دولتين بيداوموا أقل من الأردن اللي هم أمريكا وبريطانيا. شو عملت أمريكا بحيث أن طلابها بيداوموا أكثر؟ عملت شغلتين. شو هم شغلتين يا إخواني؟ اللي هي أما زيادة 10 أيام أو زيادة اللي هي نصف ساعة. الآن بسم الله الرحمن الرحيم، A few years ago اللي هي المقصود فيها اللي هي قبل سنوات قليلة، as many as بعدد 1000 مدرسة across the USA، في الـ USA يعني عبر الـ USA، في الـ USA في أمريكا، started بدأت making school years longer by adding up to 10 extra days to the school year or by making each school day longer by half an hour. الآن هون إذا في بعض المدارس الآن في أمريكا بدأت في عمل السنة الدراسية أطول. الآن في عنا هون اللي هي باي، هسا باي هاي اللي هون اللي هو الإجراء الأول، نمشي بنفس السطر إخواني، في عنا هون باي، الآن باي اللي هون اللي هي الإجراء الثاني. الآن باي أدينج أب، هذا اللي هو الإجراء الأول اللي هو باي أدينج أب، المقصود فيها اللي هي بإيش؟ بإضافة. الآن إضافة كم يا أهل الخير؟ الآن 10 إكسترا دايز اللي هي 10 أيام إضافية أضافتها للسكولية للسنة الدراسية، أو by making أو بعمل أو بجعل each school day longer، الآن جعل كل يوم دراسي اللي هو longer أطول by half an hour بزيادة إيش إخواني؟ نص ساعة. إذا هاي الباي اللي هون وهاي باي اللي هون اللي هم الإجراءات اللي عملتهم اللي هي المدارس الأمريكية لزيادة اللي هو وقت الدوام. الآن إيش معنى كلمة إجراءات يا أهل الخير؟ بنتذكر الكلمة هاي اللي هي كلمة procedures. procedures بمعنى ايش اخواني؟ هاي بمعنى اللي هي اجراءات. اذا في عنا اجراءات معينة انعملت، الاجراءين اللي هم بزيادة اما 10 ايام لاوقات الدوام او بزيادة اللي هي نصف ساعة. الان this was because، هذا كان بسبب. ايش هو this؟ this اللي هو كل الاشي اللي انذكر فوق، هذا اللي هون طبعا ما بنسأل عنه. this was because، هذا كان بسبب. الآن because هاي اللي هون، يلا إخواني نوقف عندها. because الآن شو وظيفتها؟ showing cause أو reason. شو ما الكلمات حكينا بالزمانات اللي هي كلمة because، هاي because، في عنا كلمة اللي هي since، في عنا كلمة as، في عنا كلمة اللي هي because of، وفي عنا كلمة اللي هي due to. الآن هذول الكلمات اللي هم وظيفة، شو وظيفتهم يا إخواني؟ اللي هي وظيفتهم اللي هي showing، هاي اللي هي showing كوز، او اللي هي ايش يا جماعة الخير، او اللي هي ريزن، شوين كوز او ريزن اللي هي بتدل على السبب. اذا this was because، هذا كان بسبب. it was found that، وجد انه secondary school students اللي هم طلاب الدراسة الثانوية in the USA، هاي في امريكا وفي بريطانيا، in the USA and the UK. الان في عنا the USA هاي اللي هون الدولة الاولى، the UK هاي اللي هون الدولة الثانية، where spending، كانوا يقضوا the least time، كانوا يقضوا اقل وقت. نتذكر مستوى ثالث، الان في عنا اللي هي spend و time، هاي معلومة مستوى ثالث مهمة. الان كانوا يقضوا اللي هو اقل وقت، the least time
at school كانوا يقضوا أقل وقت في المدرسة. With an average school year لأن كان معدل أو وسطي اللي هي السنة الدراسية 187 days 187 يوم. إذا هذا الكلام اللي هون نستنتج منه إنه أمريكا عملت إجراءين عشان الطالب بيداوم أكثر. شو هم الإجراءين؟ إما إضافة 10 أيام أو اللي هي إضافة اللي هي نصف ساعة لليوم الدراسي الواحد. طب ليش عملت أصلا هذا التغيير؟ ليش هذا التغيير؟ لأنه وجد إنه في مدارس أمريكا وبريطانيا الطالب يدوب يداوم يعني اللي هو عدد قليل جدا من الأيام. لأن بحكي لنا هون the typical Jordanian school year is longer than this. الآن the typical معناه اللي هو المتعارف عليه أو اللي هو المعتاد يعني إخواني. الآن typical Jordanian school year السنة الدراسية المتعارف عليها في الأردن is longer than this. الآن longer than this أطول من ذلك. أطول من ذلك قد إيه؟ اللي هي كم يا إخواني؟ اللي هي 187 days. أطول من ذلك يعني اللي هي أكثر من 187 يوم. هلا إذا ما بدي أحكي أنا 187 يوم، بإمكاني أحكي اللي هي an average school year of 187 days. طبعا نفس الشيء وزاريا. الآن however شو وظيفتها يا إخواني؟ هاي قلنا اللي هي opposition. الآن none of these ولا واحدة من هؤلاء. مين هم هؤلاء اللي كان بحكي عنهم؟ اللي هم مثل الدول صاروا عنا اللي هي the USA و the UK واللي هي Jordan. الآن ولا واحدة من اللي فوق لا هي USA ولا UK ولا Jordan. الآن nearly تقريبا as long as school years ولا واحدة بطول. as long as معناها اللي هي بطول. الآن بطول the school years اللي هي السنوات الدراسية in countries like Japan and South Korea. الآن مثل اليابان ومثل اللي هي كوريا الجنوبية. صار في عنا كم دولة يا أهل الخير؟ صار في عنا 5 دول الله يعطيكم الصحة. الآن الخمس دول اللي هي أمريكا وبريطانيا والأردن واليابان وكوريا الجنوبية. الآن كوريا الجنوبية واليابان بيداوموا أكثر من الأردن. الآن في عنا اللي هي أمريكا وبريطانيا بيداوموا أقل من الأردن. الآن هون بيشرح هون a bit explanation يعني شوية هيك شرح. بيحكي لنا هون South Koreans اللي هم الكوريين الجنوبيين attend school بيلتحقوا في المدرسة for 220 days per year في السنة الواحدة. وفي اليابان الآن السنة الدراسية 243 يوم. الآن لخص لي الفقرة الأولى هاي كلياتها اللي هون بتحكي لنا عن كم دولة. هون بتحكي لنا عن 5 countries اللي هم 5 دول. الأردن جاية بالنص، في دولتين بيداوموا أقل من الأردن أمريكا بريطانيا، دولتين بيداوموا أكثر من الأردن اللي هم اليابان وكوريا الجنوبية. الآن أمريكا عشان تخلي الطالب يداوم أكثر عملت كم إجراء يا أهل الخير؟ إجراءين، إما زيادة 10 أيام أو زيادة اللي هي نصف ساعة على الدوام المدرسي. أوكي. الآن هون الجزئية هاي الآن بحكي لنا شغلة معينة. في منظمة أو في مؤسسة عملت دراسة. الآن في الدراسة هاي طلع معها طلاب اليابان وأندونيسيا وكوريا الجنوبية بيقضوا أكثر وقت دراسي موجود في العالم. الآن بيقضوا لهم قرابة 9 ساعات. الآن 9 ساعات بتشمل شغلات معينة اللي هو تدريس بعد المدرسة يعني إشي إضافي بالإضافة إلى اللي هي نشاطات. الآن بيقضوا كمان فوق 9 ساعات بيقضوا كمان 3 ساعات. 3 ساعات طبعا هو 3 أضعاف هون بحكي لنا اللي هو تقريبا 3 أضعاف باقي الدول يعني. وحكى بالآخر إنه كونه طالب الياباني واللي في كوريا الجنوبية واللي في أندونيسيا بيقضي وقت طويل جدا، معنى هذا الكلام إنه كل ما الطالب درس أكثر كل ما كان تحصيله العلمي اللي هو أفضل. هيك بحكي القطعة. الآن according to a study. study شو معنى study يا إخواني؟ معناها اللي هي دراسة. الآن مر علينا أكيد كلمات معينة وبجوز متذكرينها قبل ما أكتب. الآن في عنا اللي هي كلمة إما research أو اللي هي كلمة اللي هي survey بمعنى اللي هي دراسة. إذن في عنا دراسة. الآن by the organization اللي هي منظمة أو مؤسسة economic cooperation اللي هو التعاون إيش إخواني؟ اللي هو الاقتصادي، التعاون الاقتصادي and development واللي هو التطوير. الآن هاي المؤسسة هاي طلع معهم كلام معين. شو هم؟ students in Japan، الطلاب اللي في اليابان، Indonesia and South Korea. الآن هاي اللي هي طلع لنا الآن دولة جديدة، صاروا 6 دول الآن. Indonesia and South Korea spend the most time، بيقضوا أكثر وقت studying in the world. إذن أكثر طلاب في الكون بيداوموا في المدارس اللي هم طلاب كوريا الجنوبية واليابان وأندونيسيا. لأن they want to learn، يريدوا أن يتعلموا. مين هم ذي يا إخواني؟ they want to learn اللي هم هايهم اللي هم students in age، students in اللي هي Japan Indonesia and South Korea. لأن they want to learn، يريدوا أن يتعلموا. they want to learn as much as they كان قدر إمكانهم أو قد ما بيقدروا يعني to ensure excellent exam grades ليضمنوا. ensure معناها يضمنوا عشان يضمنوا اللي هي excellent exam grades علامات عالية جدا. الآن they go to school. مين هم they طبعا اللي هم الطلاب students in Japan Indonesia and South Korea. they go to school for about 9 hours بيروحوا 9 ساعات
على الرغم من ايش وظيفتها الاحتياطيه اخواني، اللي هي opposition، على الرغم من انه this includes، هذا يشتمل على كم شغله، شغلتين اللي يعني شو هم الشغلتين، اللي هي شيء اسمه optional after school tuition، هاي اللي هي رقمها واحد، والنقطه رقم اثنين اللي هو activities. الان شو السؤال بده يكون؟ بده يكون اللي هو التسع ساعات اللي بيشملهم، تسع ساعات اللي بيروح طالب اللي هو اليابان وكوريا الجنوبيه واندونيسيا، بتشمل ايش؟ بتشمل اليوم شغلتين اللي هي optional after school tuition this is number one and اللي هي activities. يعني التسع ساعات يا اخواني مش كلها دراسه من اولها لاخرها، في عنا حصص اضافيه وفي عنا اللي هي انشطه. الان حكينا هون على الرغم من ان هذا يشتمل على ايش، هو هذا يشتمل على اليوم التسع ساعات، اذا هاي اللي هون بتعود على about 9 hours اللي هم حوالي التسع ساعات هم اللي بيشملوا كذا وكذا. ما بدي انا احكي about 9 hours، بدي احكي going to school for about 9 hours، نفس الشيء. اذا الذهاب لتسع ساعات هو اللي بيشمل كذا وكذا، او التسع ساعات هي اللي بتشمل كذا وكذا، 100% ثنتين صح. الان they also spend، انهم ايضا يقضوا about 3 hours، ثلاث ساعات على الواجبات البيتية. مين هم ذي يا إخواني؟ اللي هم students in Japan, Indonesia and South Korea. إذن بيقضوا اللي هو قرابة ثلاث ساعات على الواجبات البيتية every day which is three times، والذي هو ثلاث أضعاف as much as many other countries، ثلاث أضعاف أكثر الدول الأخرى. يعني الدول الأخرى يدوب طالبها بيداوم ساعة واجبات بيتية، هون الدول هاي الثلاث دول المذكورة الآن بيداوموا اللي هم ثلاث أضعاف، يعني ثلاث ساعات باقي الدول الآن which is three times، واللي هو ثلاث أضعاف. مين هو اللي ثلاث أضعاف؟ اللي هو قضاء إيش إخواني؟ قضاء اللي هو three hours on homework. هسا ما بدي أنا أحكي قضاء three hours، خلص اللي هي three hours، الثلاث ساعات، الثلاث ساعات عبارة عن إيش هاي الثلاث ساعات؟ اللي هي ثلاث أضعاف اللي هي أغلب الدول الأخرى، أو اللي هو إذا spending about 3 hours in homework، أو اللي هي about 3 hours in homework معروفة ضمنا إن اللي هي spending لحالها. الآن هون بحكي لنا their high academic achievements do suggest that، الآن their high academic أكاديمية، الآن الإنجازات الأكاديمية المتميزة هاي عالية متميزة، إنجازاتهم إنجازات مين؟ اللي هم الطلاب اللي في اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا. Do suggest that بتشير أو بتدل هون بمعنى اللي هي indicate، indicate بمعنى اللي هي بتشير أو بتدل that the longer you study، كلما درست أطول the better you do in final exams. طالب إذا اليابان يا إخواني وأندونيسيا وكوريا الجنوبية هذا بيقضي حياته كلها بالدراسة، يعني بيداوم له تسع ساعات في المدرسة، بعدها ثلاث ساعات واجبات بيتية، وبده يراجع الدروس مثلا شغلات معينة. الآن فطلع معهم مستحيل دولة زي اليابان وأندونيسيا وكوريا الجنوبية بتخلي الطلاب طول نهارهم بالمدارس وشغالين بالمدارس والدراسة وبالنهاية بيطلع كلامهم على الفاضي، يعني أو إنه نتاج الطلاب على الفاضي، لا أكيد لا. إذا طلع معهم كل ما درس الطالب أكثر، الآن كل ما جاب علامات أكثر their high academic achievements do suggest that the longer you study the better you do in final exams، كلما درست أكثر كلما كان تحصيلك أفضل في الفاينل exams في الامتحانات النهائية. الآن هسا بننتقل يا إخواني لدولة جديدة اللي هي فنلندا. الآن صار في عنا اللي هي كم دولة يا إخواني؟ اللي هم سبع دول. الآن في عنا جوردن دائما محافظة على بالنص، الآن جوردن. الآن في عنا ثلاث دول بيداوموا أقل من الأردن وثلاث دول أكثر من الأردن. ثلاث دول أكثر من الأردن في عنا اللي هي إندونيسيا هاي دولة، في عنا اللي هي ساوث كوريا هاي دولة، في عنا اللي هي جابان هاي اللي هي دولة. هذول الثلاث دول بيداوموا أكثر من الأردن. الدول اللي بتداوم أقل من الأردن في عنا اللي هي the US، في عنا اللي هي يو كي، وفي عنا اللي هي فنلند. هذول الدول شو مالهم هذول اخواني؟ بيداوموا اللي هم اقل من الاردن. الان هسا طلاب فنلندا يدوب بيحكوا لك طلاب فنلندا يدوب ياخذ اقل من نص ساعه واجبات بيتيه. الان الفكره مش بالنص ساعه، لا، الفكره انه بيداوم كمان في المدرسه اقل بكثير من اغلب الدول المتقدمه. الان احنا اذا بدنا نربط الان بطلاب اليابان، طلاب اليابان ببيته في المدرسه مجازا طبعا اكيد، ببيته في المدرسه وبيجيبوا علامات عاليه. طالب فنلندا يدوب يروح على المدرسه وبيجيب علامات عاليه جدا، ففي شيء غريب جدا. الان طالب فنلندا مش فقط يتميز بالعلامات، يتميز في العلامات ويتميز في اللانجوجز في اللغات، بيحكي طالب الفنلندي من لغة إلا ثلاث لغات very fluent اللي هي بطلاقة عالية جدا. الآن إذا إنجازاتهم عالية طلاب الفنلندا على الرغم من دوامهم القليل وعلى الرغم من واجباتهم البيتية القليلة. الآن الكاتب هون مباشرة بيحكي لنا شغلة، بيحكي يا عمي الشغلة ما لها علاقة بطول الدراسة، لأنه لو إلها علاقة بطول فترة الدراسة كان طلاب فنلندا كلهم برسبوا.
والشغله ما لهاش علاقه بقله فتره الدراسه، لانه اذا قلت فتره الدراسه معنى هذا الكلام طلاب اليابان وكوريا الجنوبيه والاندونيسيا برسوا بكلياتهم. اذا الشغله ما وقفت فقط اللي هو على طول فتره الدراسه هي اللي لها علاقه في التحصيل العلمي، لابد من اسباب اخرى. الان بنشوفها هون ان فنلند، في فنلندا however وظيفتها however opposition اكيد. الان students are usually given، الطلاب عاده يتم اعطائهم less than half an hour، اقل من ايش اخواني؟ نص ساعة of homework per night، في الليلة الواحدة. and they attend school، وهم يلتحقوا في المدرسة. مين هم اللي they attend school؟ اللي هم students in Finland. They attend school for fewer and shorter days than 85% of other developed nations. الآن يلتحقوا في المدرسة for fewer and shorter days. الآن fewer شو معناه fewer؟ معناها اللي هي أقل. shorter معناها اللي هي إيش إخواني؟ اللي هي أقصر. الآن days أيام، أيام أقل وأيام أقصر، يعني أيام أقل بكثير من 187 يوم، والأقصر يعني مثلا بدل السبع ساعات أو ما أقصر بيداوموا ست ساعات أو خمس ساعات، يعني كيوم واحد أقصر كعدد أيام اللي هو أقل من 85%. 85% اللي هي شو معنى اللي هي أكثرية إخواني؟ اللي هي كلمة اللي هي majority بمعنى أكثرية أو أغلبية. of other developed nations. Developed nations الأمم المتطورة اللي هي الكتاب بده إياها اللي هي بمعنى اللي هي wealthy الآن wealthy countries، وفي عليها تمرين طبعا المفروض إنه مرينا عليه. الآن على الرغم من هذا الشيء despite، شو وظيفة despite إخواني؟ opposition. شو وظيفتها؟ opposition. أوكي. الآن على الرغم من هذا الشيء، شو هذا الشيء؟ كل اللي انحكى فوق ما بنسأل عنه طبعا أكيد. الآن they achieve، الآن هاي الإنجاز الأول لهم، they achieve top marks، بيجيبوا علامات عالية جدا في اللي هم المواد اللي هي مثل الرياضيات ومثل العلوم. مين هم اللي they؟ اللي هم students in Finland. الآن in addition، بالإضافة إلى ذلك، الآن this is number two، معظم الطلاب also speak، بيتحدثوا على الأقل لغتين أو اللي هي ثلاث لغات fluently. شو معنى fluently؟ اللي هي بطلاقة. إذا هذول اللي هون واحد واثنين اللي هم إيش؟ هذول الإنجازات اللي هي فنلند. فهذا شيء جدا جدا غريب عند الطلاب الفنلنديين. غريب بمعنى اللي هي ايش معنى غريب؟ بمعنى اللي هي interesting. الان interesting بمعنى اللي هي ممتع، بس interesting هون بهذا السياق بمعنى اللي هو الشيء الملفت للنظر، يعني الشيء الغريب هيك، شيء غير متوقع. الان فبحكي الكاتب the contradictory views، اللي هي views معناها اللي هي وجهات نظر المتباينه. contradictory يعني different، الان different مختلفه، different sides of the argument يعني شغلات مختلفه. الآن the contradictory views of the study، الوجهات النظر المتباينة أو المتناقضة أو العكس بعض يعني للدراسة. شو هي وجهات النظر اللي بحكي عنها؟ وجهات النظر أنه طالب اليابان طول نهاره في المدرسة، طالب فنلندا يدوب من بعيد لبعيد في المدرسة، والاثنين بيجيبوا علامات عالية جدا. معنى هذا الكلام أنه في شيء متناقض يعني. فبحكي لنا الآن وجهات النظر المتباينة أو المتناقضة للدراسة بتشير إلى أنه الآن suggest that بتدل على أنه the number and the length of school days. number معناها اللي هي عدد، الآن length معناها اللي هي طول. الآن school days أيام الدراسة is not the only factor، هي ليست العامل الوحيد in determining. determining بمعنى اللي هي إيش أخواني؟ بمعنى اللي هي تحديد إذا الطلاب راح ينجحوا في المدرسة أو لا. إذا هل العامل الوحيد يا أهل الخير، هل العامل الوحيد بأنه طالب راح يجيب علامات عالية جداً هي فقط اللي هي طول فترة الدراسة أو عدد أيام الدراسة؟ نو نوت ات اول، قد يكون في عنا اللي هي أسباب أخرى كثيرة جدا. نلخص الفكرة القطعة كاملة إخواني، في عنا عدد الدول سبع دول، الله يحفظكم يا رب. الأردن جاية بالنص، في ثلاث دول بيداوموا أكثر من الأردن، اليابان، كوريا الجنوبية، أندونيسيا. في عنا ثلاث دول بيداوموا أقل من الأردن، أمريكا وبريطانيا وفنلندا. طلاب أمريكا عشان يطولوا فترة دراسة الطالب أو وجوده في المدرسة عملوا كم إجراء يا إخواني؟ إجراءين، إما زيادة 10 أيام أو زيادة اللي هي أنصاف ساعات. طلاب فنلندا يدوب يروحوا على المدرسة، بيوصلوا المدرسة وبيروحوا. طب شو وضعهم دراسيا؟ وضعهم ما شاء الله من أعلى العلامات بالرياضيات والعلوم، عقبال عند كل بني آدم بسمع بجاه الله إن شاء الله. الآن الرياضيات والعلوم بالإضافة إليهم يتحدثوا من 2 إلى 3 languages fluently بطلاقة. الآن معنى هذا الكلام، هل فترة الدراسة هي فقط طول فترة الدراسة هو العامل الوحيد فيما إذا الطالب راح يجيب علامات أو لا؟ الكاتب بيحكي لنا طبعا لا، مش هو العامل الوحيد، لابد في عنا اللي هو التركيز، الأكل الصحي، الشرب الصحي، النوم مبكر، في عنا يعني there are so many factors to talk about، في عنا كثير اللي هي عوامل بإمكاننا we can talk about، بإمكاننا نتحدث عنها. و thank you very much for listening, for being patient. يعطيكم العافية يا رب. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.